يا سالب القلب مني يا عندما رمق لم يفتح ابنك لي صبرا ولا رمقا لا تسال اليوم عما كابدتك بدي ليت الفراق وليت الحب ما خلق ما باختيار ما نبت الحب تاريخا وانما جارت الاقدار فاتفقا وكنت في كلف الداء الى تلفي مثل فراش احب الله واحترق عرفتي شنو الطريقه اللي كانت خدامه في الطعام بالقمح اللي كانت تخدم بالماء في المغرب شحال هادي الا فهمناها غادي يسهل لنا القمح ربيع الجوهري مخرج سينمائي مغربي. انا جيت سعيد اليوم لانني كنت واجد بسينما هوليوود بمدينه سلا حضور مجموعه من الجمهور المغربي العظيم وحتى بعض الجمهور من جنسيات اخرى. نحتفي بذكرى المسيرة الخضراء بهذا الفيلم الذي نعرضه اليوم للجمهور السلاوي. والفيلم بالرغم من انه يعني يتطرق إلى قضية الصحراء ويريد أن يربط العلاقة بين سكان الجنوب والشمال، ولكن هذا الفيلم كذلك هو فيلم ينتصر كذلك للجمالية وللإبداع، ففيه يعني طريقة يعني نحاول أن نجعل منها طريقة تخص المغاربة، لأن الطريقة في الإخراج هي منبثقة من الفسيفساء المغربية. فالسرد اللي اتخذناه في هذا الفيلم كيبان لك بحال الا هو السرد منفصل عن بعضه البعض، لكن وانت كتتفرج الا وكتكتشف العلاقة التي تجمع مع هذا السرد، تكتشف العلاقات الروحية بين القبائل، العلاقات الصوفية، العلاقات التاريخية، العلاقات حتى العرقية، حتى من ناحية الوحدات الفيلمية، الأكسسوارات، الرقصات، الغناء، حتى اللغات المغربية توجد الأمازيغية والريفية والدارجة واللغة العربية، وكل هذه التفاصيل تبدو يعني أنها شذرات لكن تجد تلاحما بينها وعلاقة قوية بينها. أنا في نهاية المطاف أدعو الجمهور المغربي والفيلم الآن يوجد بالقاعات لمشاهدة هذا الفيلم لأنه سوف لن يندم، به فرجة وبه تاريخ وبه يعني محاولة للوصول إلى قلوب الجماهير المغربية. السلام عليكم، خالد بزيرة ممثل تنشخص أحد أدوار رئيسية في فيلم سيجا، شخصية عبد الصمد هي شخصية جد مركبة حيث أنه شاب في مقتبل العمر تعيش مع الأم ديالو والأخ ديالو الأكبر اللي هو الصحفي عبد الغفور وكيهتم بالزليج البلدي وفن الفسيفساء، وذات يوم يعني تيتأثر بالمعلمة التاريخية المتواجدة بغرناطة اللي هي نافورة باو السباع، ومن ثم يرفع التحدي لصنع نافورة مماثلة في المملكة المغربية. لكن تشاء الأقدار داخل ليلة العرس ديال الأخ ديالو الأكبر اللي هو عبد الغفور داخل الفيلم يختطف، من ثم تنقلب الحياة رأسا على عقب، فيصبح الاهتمام ديالنا اللي هو بالأم ديالي وديال عبد الغفور وبالبحث عن المختطف اللي هو الأخ ديالي عبد الغفور. ومن هنا يعني تتبدا المآسي وتتوفى الوالدة من بعد يعني داخل الفيلم، لكن اختطاف ديال الأخ ديالي من قبل ميليشيات البوليزاريو كما يعرف الجميع، لأننا حنا فقدناه على 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 أساس أنه توفى، يعني صعب أنه غيرجع في يوم من الأيام، لكن تشاء الأقدار من بعد 24 سنة أنه يرجع ذات يوم بعد فقدان الوالدة يعني، وتتعاود ترجع ديك الإحياء كما نقولوا ذاك الحلم اللي هو صنع ديك النافورة كنوصلوا الحياة من جديد. الفيلم تيهدوي على موضوع جد مهم اللي هو تهم المغاربة كاملين، عمل وطني اللي هو منبثق من قولة صاحب الجلالة أن الصحراء قضية وجود وليست قضية حدود، اللي هو المتمثل في الأيادي الغشمة المتمثلة في البوليزاريو. فيلم سيجا اللي هو حاليا بالقاعات السينمائية، وكاين حاليا عرض خاص ليه بمدينة سلا سينما هوليود. فتنقول للجمهور المغربي مرحبا، ما غاديش تملوا، ما غاديش كيما نقولوا غادي تكونوا يعني فخورين أنه كاين عمل مولود جديد في السينما المغربية اللي هو فيلم سيجا، فيلم رأى النور مؤخرا يعكس
كل خبايا وأسرار يعني البوليزاريو وما يعانيه محتجزي تيندوف. كان تصوير يعني كان في المملكة يعني في مدينة مورزازات، لكن كان غيكون أيضا خارج أرض الوطن، لكن كان في أيامات الحجر الصحي وهذا، دونك كانت يعني مقايضات لظروف خاصة اللي ارتأى طاقم الفيلم أنه غيتصور يعني بحكم أن المملكة هي غنية الحمد لله بالمناظر وهذا، وكان الحمد لله تصوير يعني داخل المملكة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.